تعال بقى هنا ايه في اللحمه، لا نستطيع الحديث عن اللحمه الا وان يكون معنا صديقنا العزيز السيد المحترم هيثم عبد الباسط رئيس شعبه القصابين بالغرفه التجاريه. ازيك يا هيثم؟ ازيك يا استاذ يوسف، وكل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري وسط البرنامج، ومناسبتين بمناسبه عيد ميلادك اللي عدى من يومين ومناسبه حلول شهر رمضان. حبيبي وكل سنه وانت طيب وربنا يحفظك ويكرمك يا رب. طب بمناسبه عيد الميلاد اللي عدى من يومين ده، الاسعار نزلت ولا لسه؟ فرحنا عشان نشتري كام كيلو كده. طبعا انا كنت مع حضرتك يا استاذ يوسف من جمعتين وقلت لك انا يعني متفائل بمداخلات مع حضرتك، وانا كمان قلت لك انا بطبيعي متفائل، وقلت لحضرتك وده يثبت ان حضرتك لما كنت بتتكلم على الاسعار ان الاسعار اللي انا كنت بتكلم فيها كلها اسعار وهميه. بدليل انها نزلت. حصل الارتفاع في كافه السلع ارتفاع وهمي ليثبت صحه كلامي، لان الدولار لسه ما اتضخش في البنك، ما بقاش في دولارات اللي انتوا استوردتوا بقى النهارده. يعني ايه اللي نزل حاجه النهارده؟ ايوه يعني الدولار لما نزل. انت جبت كده جون. يعني بما انه يعني لسه الدولارات ما جاتش البنك، طب خفضتوا السعر ليه؟ اسبوعين لما قلت ان الغلاء كله في جفه غلاء وهمي، مجرد ما حصل انفراج على مصر هم من نفسهم راحوا ابتدوا يحسوا ان خلاص يعني الامور اتكشفت. صح. فطبعا النزول اللي نزل احنا بنامل في اكتر من كده عشان نرضي الشعب المصري كله. انا بامل ان على مستوى قطاع اللحوم يرجع العجول ل 120 جنيه زي ما كنت بكلم حضرتك في العيد الكبري اللي فات. ايوه. يعني ترجع ل 120 جنيه، لان زي ما قلت لحضرتك الغلاء وهمي، الغلاء اللي حصل في كافه السلع غلاء وهمي. وانا على فكره يا استاذ يوسف قدمت مذكرتين يوم الاحد اللي فات من خلال الغرفه، مذكر للسيد وزير الزراعه ومذكر للسيد معالي رئيس مجلس الوزراء بالروجيتا اللي قلتها لحضرتك من اسبوعين. حلو جدا. طب عندي سؤال، عندي سؤال. اتفضل. اول حاجه هو كده يعتبر السعر نزل كام في الميه؟ 20% من اللحوم، وانا بناشد من خلال برنامجك يا استاذ يوسف لتجار البلاط اللي على المجزر في البساتين وفي مجزر الجيزه، بقول لهم من فضلكم الصبح ترجعوا اللحم للجزارين اصحاب المحلات 20% 20 جنيه، لان الجزارين مش عارفه تشتغل ولا عارفه تبيع ولا عارفه تشتري. فلما يحصل انفراجه ويرجع العجول الحقيقي 20 جنيه، من فضلكم بكل ادب الصبح تنزلوا 20 جنيه دي لاصحاب محلات الجزاره اللي بتتأني وبتتوجع وحصل لها خسائر فضيحه باكثر من شهرين. طيب الجزار اللي بيبيع ربع كل رافعه بيه، اللي بيبيع شقه كل رافعين بيه، عشان دي بلدكم. زي ما رفعته في الغلا من فضلكم، زي ما ربنا اكرمنا ونزل من فضلكم تنزله. والكلام لتجار مجزر البساتين وتجار مجزر الجيزه، لانهم مجزرين الرئيسيين اللي يعتبر عليهم مرسة السعر. يعني انت قلت على البساتين والجيزه باعتبارهم دول المجازر الرئيسيه اللي بناء عليها بيتحدد الاسعار. يا استاذ يوسف عشان اكلمك بكل امانه، في النضع والكفور وفي الارياف جزار الدكانة بيجيب العجل بنفسه وبيذبحه بنفسه وكله بنفسه. صح. بعكس الجيزه وبعكس القاهره اللي هم جزارين الدكاكين بيحتاجوا لجزارين البلاط، احنا بنسميهم جزارين البلاط. ايوه. فانا بقول لهم الصبح من فضلكم بالادب كده تنزلوا اصحاب محلات الجزار 20 جنيه، هي مش هتبان مع الجزار في حاجه، بس على الاقل هو بيخش المستهلك بيقدر يريحه شويه، وانا بقول لك على هوا 70% من محلات الجزار بيخش لها اي مستهلك بتبيع له، ما حدش بيخرج مستهلك. يعني كده مثلا لو هم التزموا بالنصيحه بتاعتك، واظن هيلتزموا يعني، لان اللي مش هيلتزم هيطبق عليه القانون ان شاء الله، بس هنا يجي سؤال، لو التزموا ده معناها ان سعر البيع للمستهلك يبقى كام كندوز؟ كام ضاني؟ كلام من ده يعني. عايز اقول لك ان مفيش 70% من الجزيره بقول كلام حضرتك، مفيش مستهلك بيخش له، ويمكن المستهلكين سامعيني الا ما بيبيع له. لان القوى الشرائيه ضعيفه جدا، حتى لو بيبيع بيبيع له بسعر التكلفه يا استاذ يوسف. يعني عايز اقول لك الجزار اللي بيبيع ربع ولا بيبيع شقه في الجمعه، هل لو دخل له مستهلك عايز تلحم ب 400 جنيه مش هيديله لا هيديله. عايز حته ممتازه من 420 لحد 450 هيديله. السعر يوصل لحد كام؟ يعني المفروض السعر العادل للمستهلك يبقى كام؟ ال 20 جنيه مش هتبان معاهم قوي يا زوزو ولا هتبان مع المستهلك قوي. انا بامل ان شاء الله بعد ما يجينا رد من خلال المؤسستين الكبار دول ويكون وضع لهم حل، انا بامل ان هي ترجع لكل 120 عشان نرجع نبيع لمحلات الجزارة من 300 ل 350. لا انا عايز اقل من كده، يعني انا عايز ينزل مثلا السعر على 100. لو فعلا الدولة تدخلت وخدت بالروجيتا اللي انا بعتها دي، انا بامل العبور ترجع تاني حية لحد من 100 ل 120، ده اللي بامل فيه عشان ده صالح بلدنا وصالح مجتمعنا.
تتوقع انها تتوقع انها على العيد الكبير تنزل لحد كام؟ ما انا قلت لحضرتك يا استاذ يوسف، لو هم انا لسه بعت المذكرتين، لو وصل الرد والدوله اتدخلت بكوما، الدوله هي لازم تتحرك عشان المستهلك يشعر بالنزول. لازم احنا نتحرك مجتمع مدني كفرق تجاريه كمؤسسات دوله، تتحرك مع كبار المستوردين يقعدوا يتكلموا معاهم عشان المواطن المصري يحس بالنزول الفعلي ويحس ان دولته والاعلام والغرف التجاريه قدرت تعمل له حاجه. عندك حق 100%. انا بشكرك جدا 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 هيثم عبد الباسط رئيس شعبه القصابين بالغرفه التجاريه. يعني النزول ما بين 10 ل 20%، البعض مش عاوز ينزل. يمكن استاذ هيثم حدد تحديدا، قال يا جماعه لازم مجزر البساتين ومجزر الجيزه يلتزموا.